باش تحيدوا العين على العروسه ولا باش تديروا جلاله للعريس؟ وفينك؟ انا جاي. مازال ما فهمتش هذيك البعينه كدير اختك غتزوج مسكين ويلا بقات فيه مزيان ملي ما غيتلاقاوش. علاش كنت لاقاوك راه امك دارت لهم الشوهه بداك البخور اللي كتبقى دير؟ هذيك العاده ديالنا باش كنحيدوا العين على العروسه. باش تحيدوا العين على العروسه ولا باش ديروا جلاله للعريس؟ كيفاش الجلاله؟ هو واحد المرض كي اتاكي البؤبؤ. اش كتقول دابا هاد الهضره؟ قلت لك الله يجعل كلشي مبارك ومسعود. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يجعل كل شيء مبارك مسعود. مرحبا بكم. الله يجعل كل شيء مبارك مسعود. الله يبارك فيك. هاي العريس بينا فهم العارفين. ما فهمتها. من ما قال لي دار بينا. صافي لا فرشة. الله يجعل كل شيء مبارك مسعود. وراكم تناسبتوا عرفتوا مع من تناسبوا. عائلة الله يعمرها دار. أكثر هي الحاجة. هي المصيبة. كون فتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إوا خديناكم على خير. خليكم معنا شوية ما سخيناش بكم. حنا ما سخيناش ولكن نفديو عليكم مرة أخرى. وسيادنا الله يسعد المساء. سلامة. بغيتك تشوه اللي درتي؟ انا شوه والله لا بقات فيك. والله حشمت نقول لهم بلا امك كتموت على المجامر وكل سيمانه غادي تزور السادات واللي دوا معاد طاح لي في الارض عليه. سمحوا لي يا جوادي ما حملوكش. ويلي على شو درتي ليا يا البهدي؟ لا لا هاد المسلوبيه ما تشرفنيش يا ولدي. مهدي غير صبر يا ولدي والله تقدر تعشي بتعيرم غير صبر يا ولدي.